تغطيتنا لسه مستمرة مع حضراتكم من فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس، هذا اليوم المنتظر زي ما كنا بنتكلم لكل الأهلاوية. الجميل جدا في الاحتفاليات اللي زي كده للنادي الأهلي إن الواحد كمان بيشوف الأجيال الجميلة القديمة والأجيال الذهبية وبيلتقي بكل رموز النادي الأهلي، فيعني حاجة بتسعدنا جميعا، ولازم النهاردة نبقى كمان سعداء بوجود كابتن يعني رمضان السيد وكابتن محمد عامر، يعني مش هقول بس نجوم الأهلي السابقين، لسه العطاء مستمر. أي حد بينتمي للنادي الأهلي العطاء بيكون مستمر حتى بعد انتهاء يعني اللعب في داخل الملاعب. مساء الهنا ومساء الورد ومساء النصر، والنهاردة سعيدة ان احنا كلنا بنتجمع في يوم جميل زي افتتاح الفرع الرابع للنادي الأهلي بالتجمع الخامس. الكل طبعا، ويعني اعتقد ان اي اهلاوي مش في مصر، في الدنيا كلها. مايك بس يا كابتن. اعتقد احنا فخورين بنادينا الحقيقه. دي يعني حقيقه. لازم نفتخر بنادينا، احنا نادينا ما شاء الله يعني بنزلش في الخشب، احنا ده الفرع الرابع، فاعتقد ان احنا كلنا في قمه السعاده النهارده واحنا بنحضر الحقيقه. كابتن عامر طبعا اهلا بيك، مبروك كبدايه، وخليني اقول انه دي كابتن عامر وكابتن رمضان مش بس حققوا انجازات والقاب وبطولات النادي الاهلي وسطروا تاريخ كبير، لكن كمان انتوا شاهدين على 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 مش على عصر واحد، على مش عايز اكبركم بس على عصور كتير بالتاكيد. وانتم موجودين النهارده في افتتاح الاهلي نيو كايرو، اكيد فاكرين الاهلي في البدايات في الثمانينات والسبعينات وحاسين بحجم النقله اللي حصلت، شايفين التطور اللي حصل على الانشاءات وعلى الفروع المختلفه في النادي الاهلي ازاي كابتن عادل؟ انا بس يعني اهلا بيكم طبعا، والحمد لله ان احنا بنحضر ولنا العمر ان احنا نحضر افتتاح الفرع الرابع للنادي الاهلي. انا عايز اقول لك بس على حاجه، ويعني احنا فخورين جدا ان احنا من الجيل بتاع محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب. شرف لينا ان الانجازات دي كلها واغلب الانجازات دي، احنا مش عايزين طبعا نغفل اي جهد اي حد قبل كده، لكن في عهد محمود الخطيب حصل انجازات كتيره جدا. انا هرجعك ورا ل 82، اول بطوله افريقيه دخلت النادي الاهلي كان جيلنا، جيل محمود الخطيب، وبدات الانجازات تتوالى من 82 لغايه النهارده. حضرنا يعني الحجر الاساسي للاستاد في اكتوبر ان شاء الله اللي هيتعمل باذن الله، وهيكون مفخره لينا كلنا باذن الله. حضرنا افتتاح الشيخ زاي، النهارده بنحضر افتتاح التجمع الخامس، وحاجه يعني احنا شايفين يعني كأننا مش في مصر والله. والله لا يعني والله. حاجه بجد عالميه على ارض مصريه، وده من غير مبالغه. انا جيت انا وزوجتي مرتين وقعدنا، مش عاوز اروح، مش عاوز اقوم، يعني حاسس ان حتى وانا قاعد على النافوره والبحيره دي، يعني ان انا قاعد على البحر، حاجه يعني مش زي ما تقول نهوان كده، مش في مصر. يعني هي مش بس كمان بتهيالي قصه انه عيله الاهلي بتكبر اكتر واكتر، لكن بتهيالي كابتن رمضان كمان فرصه لكل حد حابب يعني ينتمي للقلعه الحمراء، للمارد الاحمر، فرصه لكل، وعارف طبعا مع التوسعات الكبيره اللي بتحصل في بلدنا الفتره الاخيره، اعتقد انه المناطق المحيطه بالاهلي في القاهره الجديده هتستفيد بشكل كبير طبعا جدا من وجود المارد الاحمر هنا في التجمع. اكيد يعني اعتقد ان احنا لما عملنا فرع لمدينه نصر الدنيا اتنقلت هناك، يعني بعد ما كان انت لوحدك موجود، لا طيب دلوقتي فرع مدينه نصر شوف بقى عامل ازاي، وشوف الاسعار بقى عامله ازاي، برضو نفس الحكايه هنا برضك في التجمع هتبقى نفس الحكايه، هتلاقي مشاريع بتتعمل وهتلاقي عمارات بتتعمل وهتلاقي نفس القصه في شيخ زايد برضه بييجوا. طبعا هتلاقي في نقله كبيره جدا الحقيقه، اسم النادي الاهلي اسم كبير طبعا. أنا هسألك سؤال بس عايزين إجابة سريعة جدا، من أول مقر الجزيرة والنهاردة لو بنقارن بالتجمع الخامس، إيه اللي حاسين فيه يعني تطوير ملحوظ على الأرض من المقر الرئيسي من أكتر من 50 سنة؟ أنت كده هتخبطي في البتاع. الجزيرة الأم طبعا، يعني الكيان ليه نكهة تانية. لا 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 خالص، ده يعني إحنا اتولدنا هناك، إن كان حياتنا كلها هناك. بس حتى الجزيرة كابتن عامر يعني
الجزيره اللي انت كنتوا فيه في الثمانينات غير الجزيره اللي موجود دلوقتي خالص. خالص طبعا. انا يعني انا فاكر بعد ما حتى انا بعد ما بطلت واشتغلت في قطاع الناشئين، كابتن طارق سليم كان مشرف عام على الكوره وعلى القطاع، وكنا كنت ماسك فرقتين 14 و15 وابراهيم عصامه كان ماسك 18 و20، وكنا بنتمرن في حته صغيره اللي هي الملعب الهوكي. أيوة اللي هو جنب حمام السباحه. هو ملعب كان ترابه. شوف الايام دي، وشوف ايام ما كنا واحنا بنلعب بنستنى فرقه الناشئين تطلع من الملعب عشان ننزل وراهم. ايوه النهارده بقى في كيان تاني. صحيح. وحتى مكان الصاله المغطاه برده كانت ملاعب هاندبول وباسكت كده تراب. النهارده بنتكلم على واحده من اكبر الصالات كبيره جدا، يعني مركز مركز استشفاء للعيبه. أيوة لان طبعا النهارده دخلنا في كل اربع ايام مباراه في الدوري، مباراه في افريقيا، يعني الدنيا يعني. فالنهارده بقى احسن مركز استشفاء في انا دخلته بصراحه حسيت ان انا مش في مصر، انا في المانيا في انجلترا. ولسه يعني ولسه على مستوى عالي جدا لسه طبعا. ان شاء الله مزيد من الانجازات. وعلى كل حال احنا مش هنعطل حضراتكم، احنا يعني وقت قليل جدا بيفصلنا على حفل الافتتاح. خليكم معانا، تغطيتنا لسه مستمره. كابتن رمضان، مبروك كابتن مرة عامر تانية. بنشكركم. شكرا جدا. شكرا جدا. طبعاً.